الحمد لله رب العالمين. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته على خيمة أم معبد، فطلب منها لبنا أو لحما يشترونه، فلم يجدوا عندها شيئا، فنظر إلى شاة في كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم، فسألها هل بها من لبن؟ فقالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا. فدعا بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها فدرت واجترت، ودعا بإناء يشبع الرهط فحلب حتى ملأه وسقى القوم حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب فيه مرة أخرى، ثم غادرها. فجاء أبو معبد فلما رأى اللبن قال ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوبة بالبيت؟ فقالت لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك فقال صفيه، فوصفته بهذا الوصف العجيب: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ذجلة ولم تجر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق كأن منطقه خرزات نظم يتحدر، له رفاق يحفون من حوله، إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محشود محفود، لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد هذه الأبيات: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، وقد فاز من أمسى رفيق محمد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسأل الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرت الشاة مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يدر لها في مصدر ثم موردي. فلما سمع حسان بن ثابت هذه القصة أجاب مجيبا للهاتف بهذه الأبيات: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعدهم ضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجدي.
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصدقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي.